فعالية جديدة شهدتها بغداد الأسبوع الماضي، حفل تكريم وكالة موازين لمجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والمثقفين العراقيين بحفل ضخم كان إلى وقع مميز بين النشاطات اللي تصير بالعراق. قناة يو تي في حصلت على جائزة أفضل قناة تلفزيونية لعام 2021 ومجموعة من الزملاء تكرموا همين. وكاميرا ستارز أون يو تي في ما تترك فعالية إلا لما تكون متواجدة بها، ومن هناك نقلنا لكم الأجواء الحلوة اللي جمعت أهل الإعلام والفن. زميلنا داود إسحاق كان أحد المكرمين عن برنامج الناجح هاتريك اللي تشوفونه على قناة يو تي في، وهيج استقبلنا. أنا زين، إذا أنتم زينين تحياتي لعلي وكل أسرة برنامج ستارز أون يو تي في. مبروك التكريم يا داود، شو تقول عنا اليوم؟ الحمد لله إحنا جائزتين عندنا في هذا المهرجان، هو استفتاء موازين السنوي والسادس. حصلت على أفضل برنامج رياضي هاتريك، والقناة حصلت على أفضل قناة عراقية لسنة 2021. شعوري حلو، يعني أنه أنا مو بس أنا اللي يعني صاحب هاي الجائزة، لا بالعكس، هي القناة والعاملين ويانا إحنا الكادر مالتنا كله كبرنامج هاتريك. إحنا بالمصطلح الرياضي نسميه فريق، فإحنا كنا فريق واحد إن شاء الله، وفرحان جدا. هذا راح يعطينا دافع سنة 22 انه نقدم افضل، يعني بعد افضل. شو اللي يميز هاتريك برايك ويخليه مرجع رياضي مهم ومتابع؟ يعني خليني اقول لك، احنا كل البرامج كلهم زملاء محترمين، وانا احب وانا اتابع بقيه البرامج، لكن خليني اقول لك ربما نجحنا بطريقه طرح المواضيع. كنا قريبين من الجمهور الرياضي، كنا قريبين من الوسط الرياضي. خلال الفتره الماضيه انطينا بعض النصائح لاتحاد كره القدم، للاولمبيه، لبعض الاتحادات، يعني جابت نتائج. انتقدنا نقد بناء، هذا النقد البناء اللي احنا نفتقده في الفترة الحالية، النقد مو الهدام، النقد البناء اللي يحاول تصحيح المسار ويحاول تصحيح تطوير كرة القدم بالعراق وبقية الرياضات. كل التوفيق دائما لك يا داود، معروف انك انك متجامل وعندك مهنية عالية، كيف علاقتك المهنية بزملائك الإعلاميين في عالم الرياضة؟ انا احبهم كلهم وكلهم احترمهم، كلهم زملائي، ودائما نلتقي احنا قبل قبل البرنامج احنا نلتقي مع بقية الزملاء، سواء بالمناسبات، بالمباريات، بالاحتفالات، بالمهرجانات نلتقي. نصيحة، خلي يكون هدفنا إعلامي وهدفنا بناء رياضة. البناء يبدي من عندنا احنا كإعلام. اليوم انا اريد ابني رياضة، ابني حقيقة، أبنيها من الإعلام، ما أبنيها أنا بنظام تسقيط وابتزاز. أنا أبتعد عن هاي الأمور، وما أنا اللي أقول لك، لكن الجمهور الحمد لله خلال فترة قصيرة إحنا وصلنا. ممكن نشوفك يا داود خارج البرامج الرياضية؟ بحياتي مرة واحدة بس قدمت، يعني في لقاء فني كان ويا زعيم الكوميديا العربية والعالم، أنا أعتبره عادل إمام. فهذا اللقاء يعني كل سعيد بيه، كنت في قبل يو تي في كنت في احدى القنوات، فسويت لقاء ويا عادل امام، وربما من محظوظ انا كنت بهذا اللقاء، بانه انا الاعلامي العراقي الوحيد اللي ملتقي بيه ساعه ونص لقاء تلفزيوني موجود عندي، وبس حتى ما منزل على اليوتيوب، فقناه قديمه يعني كنت اشتغل بها. هو عادل امام اجى مرتين للعراق، اي فمرتين ما سوى لقاء، بس انا سويت وياه لقاء. بالتوفيق لكل شيء تسوي، كلمة لك. شكرا لكم، شكرا لكل من صوت لنا في هذا المهرجان وفي هذا الاستفتاء. شكرا لقناتي يو تي في اللي أنا أعتبر يعني صاحبة فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكل زملائي نزيه أحمد سعيد، نزيه الركابي، أحمد سعيد، حيدر محمد، طارق، مصطفى، وسام، هذول اللي نشتغل لنا ككادر، وتحياتي لكل إدارة مجلس إدارة القناة. وخلال فعاليات كان لقاءات متنوعة مع وجوه حضرة الحفل. حقيقة المهرجان هو تقليد سنوي اعتادت عليه مؤسسة موازين. هذا الاستفتاء شارك بقطاعات مختلفة من المجتمع. هذا السنة وصل أكثر من 600 ألف عراقي صوتوا للمبدعين في قطاعات إبداعية مختلفة. الفاز فاز، واللي ما حالف الحظ ما فاز. حقيقة تحمل بعض الكلام من الزملاء ما فازوا، ولكن بالمحصلة المهرجان حقق نجاح كبير من هذا الحضور المتميز، لقامات إعلامية وصحفية وسياسية وفنية. أهم ما تحقق من نجاح أنه كرمنا المبدع العراقي، سواء كان صحفي أو إعلامي أو قطاع مختلف، وطموحنا أن يكون هذا المهرجان تقليد سنوي، يكون أكثر انفتاحا وأكثر تميزا بالأعوام المقبلة، لكن يبقى هدفنا أنه دائما نكرم المبدع
ودائما نضع المتميز في مكانه الصحيح خدمة لبلدنا وما يحقق السعادة لمجتمعنا. مبروك للفائزين وشكرا لهذه الدعوة الكريمة وشكرا لوكالة موازين عندما قامت بتكريم هذه النخبة من المبدعين ومن ضمنهم ما يعمل في قناة يو تي في. شكرا لكل القائمين على هذه المبادرة الجميلة وأقول يا رب إن شاء الله دائما الأفراح والمسرات لكل العراقيين.